النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير ومحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية تقريبا، التي تشير إلى تواجد بعض السحب والغيوم الخفيفة فوق المملكة مع تحركات لموجات غبارية قادمة من شمال الأراضي المصرية باتجاه المملكة، مرافقة لتأثير المنخفض الجوي الخماسيني. اليوم سجلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ما يقارب 28 درجة مئوية بأجواء مائلة للحرارة في ساعات النهار، وهي أعلى بكثير من معدلاتها المعتادة، وذلك بسبب اندفاع كتلة هوائية حارة المشار إليها باللون الأحمر باتجاه المملكة في مقدمة تأثير منخفض جوي خماسيني يتوقع أن يتحرك بشكل تدريجي من شمال الأراضي المصرية باتجاه شمال سوريا، الذي بدوره سيتحول لاحقا إلى منخفض جوي شتوي من الدرجة الثانية يتزايد تأثيره بشكل واضح على المملكة ليلة الخميس على الجمعة. نهار يوم غد الخميس توقع استمرار تأثر المملكة بذات التيارات الهوائية الساخنة في ساعات النهار، وبالتالي يتوقع في ساعات النهار الأولى أن يبقى الطقس دافئا بوجه عام، ولكن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مع بدء دخول الهواء الأكثر برودة القادم من الشمال. هذا اللون الأخضر ينم على وجود كتلة هوائية باردة، تندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، مسببة تحول المنخفض الجوي الخماسيني إلى منخفض جوي شتوي مصنف من الدرجة الثانية، وتندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة باتجاه المملكة يوم الجمعة، محدثة انقلابا جويا وحراريا هائلا وانخفاضا كبيرا على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. بالانتقال إلى أيضا توقعات سرعة الرياح، وهي الأمر المميز المرافق لهذا منخفض الجو، حيث يتوقع رياحا استثنائية بالشدة خاصة مع ساعات صباح يوم الجمعة، ولكن سنمر معكم في تسلسل زمني لتوقعات الرياح اعتبارا من تقريبا ساعات نهار يوم الخميس، حيث يتوقع أن تنشط الرياح الغربية إلى الجنوبي الغربي بشكل كبير، تكون أحيانا مصحوبة بهبات قوية وخاصة في المنطقة الشرقية من المملكة وبعض المناطق الجنوبية، ولكن على وجه التحديد في المنطقة الشرقية، ذلك مسببا حدوث موجات غبارية كثيفة خاصة على الطريق الصحراوي المؤدي إلى العراق ومنطقة أرويشد، وأيضا بعض مناطق القريبة من الصفاوي والأزرق، إضافة إلى مناطق قريبة من الجفر، ولكن أكثر المناطق عرضة للرياح القوية هي المنطقة الشرقية من المملكة، وبالتالي موجات غبارية كثيفة متوقعة هناك، الأمر الذي يؤدي لتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق. لكن بشكل عام الرياح تبقى نشطة في عموم مناطق المملكة، تخف قليلا الرياح في ساعات المساء الأولى، ولكن اعتبارا من ساعات تقريبا منتصف ليلة الجمعة على الخميس على الجمعة، هناك ما يسمى بجبهة هوائية باردة مرافقة لذات المنخفض تحدثنا عنه بعد قليل، الذي سيتحول إلى منخفض شتوي. ستعبر هذه الجبهة الهوائية الباردة ابتداء من مناطق شمال المملكة، أثناء وقبيل عبور هذه الجبهة يتوقع هبوب رياح شديدة في كافة مناطق المملكة. هذه الألوان تنم على وجود رياح شديدة مع ساعات ما بعد منتصف ليلة الجمعة على السبت وفجر يوم السبت، تصل سرعة هباتها إلى ما يتجاوز 100 كيلومتر في الساعة في مناطق عدة من المملكة. هذا الأمر طبعا هو أمر استثنائي بشدة سرعة الرياح في ساعات الليل، وسيؤدي إلى تشكل عواصف ترابية في عموم المناطق الصحراوية، كما قد يكون خطيرا أيضا على بعض المحاصيل الزراعية في المنطقتين الشمالية والوسطى والجنوبية. هذه الرياح القوية جدا يتوقع أن تكون مع ساعات صباح يوم الجمعة في عموم مناطق المملكة بمشيئة الله، وكما ذكرنا سرعة هباتها لما يتجاوز 100 كم في الساعة، مسببة عواصف ترابية في مناطق عدة صحراوية من المملكة بمشيئة الله تعالى. تبقى الرياح قوية إجمالا يوم الجمعة، ولكن تخف سرعتها كما تلاحظون خاصة مع ساعات مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة على السبت بمشيئة الله تعالى. ذات الجبهة الهوائية الباردة المتوقع أن تعبر المملكة ليلة الخميس على الجمعة، أيضا متوقع أن تجلب معها هطولا للأمطار الغزيرة وتساقطا للبرد، وذلك بدءا من المنطقة الشمالية، حيث يتوقع في ساعات متأخرة من مساء يوم غد الخميس أن تتهيأ الفرصة لأن تهطل زخات رعدية من الأمطار في أقصى المناطق الشمالية من المملكة، تمتد مع ساعات تقريبا منتصف الليل إلى عموم المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع تساقط زخات البرد، وتنشط الرياح بشكل كبير في مقدمة هذه الأمطار وتصبح شديدة السرعة
مع هبات عاتية. مع ساعات الفجر الأولى يتوقع أن تصل هذه الأمطار إلى المناطق الوسطى، تكون هذه الأمطار بمعدل غزارة عالي في بعض المناطق مما يؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول، كما تكون هذه الأمطار رعدية الطابع ومترافقة أيضا مع زخات من البرد. تمتد الأمطار صباحا إلى بعض المناطق الجنوبية من المملكة والجنوبية الشرقية والشرقية، وهذه هي تقريبا الجبهة الهوائية الباردة، وعندما يكتمل عمور هذه الجبهة الهوائية الباردة تتراجع فرص هطول الأمطار في مناطق عدة، لكنها تبقى على شكل زخات متباعدة في ساعات متأخرة من صباح يوم الجمعة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة، كما تلاحظون مع بقاء الرياح نشطة، وبالتالي يتركز الغبار إجمالا في ظل هذه الموجة في المنطقتين الجنوبية والشرقية الصحراوية على وجه التحديد، وتتراجع فرص هطول الأمطار بشكل تام مع ساعات مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة على السبت. كما تلاحظون اختفت الأمطار ويميل الطقس الاستقرار، لكن درجات الحرارة تنخفض بشكل لافت ليتحول الطقس ليلة الجمعة على السبت ليصبح باردا إلى شديد البرودة، وربما يتشكل الصقيع في بعض المناطق. إلى ذلك الحد يتوقع يحدث انقلابات جوية هائلة على الأجواء. بالعودة للأحوال الجوية المتوقعة، إذن نهار يوم الخميس الطقس سيكون مغبر وعاصف في كافة المناطق، درجة الحرارة العظمى 18 درجة مئوية، هناك 10 درجات مئوية انخفاض ما بين العظمى التي سجلت نهار هذا اليوم والصغرى المتوقع أن تسجل يوم الخميس، ولكن بالرغم من ذلك تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام بعدة درجات، والأجواء مغبرة بشكل عام. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، إذن 18 درجة مئوية العظمى يوم الخميس، 9 درجات مئوية ليلة الخميس على الجمعة مع أجواء عاصفة ومنخفض جوي من الدرجة الثانية الذي يتميز بوجود رياح عاصفة. يوم الجمعة رياح شديدة في أغلب المناطق ودرجة الحرارة العظمى 12 درجة مئوية والأجواء باردة، انقلاب تام على الأجواء، والصغرى لين 5 درجات مئوية تكون أجواء باردة ورطبة بوجه عام وشديدة البرودة في بعض مناطق البادية والسور الشرقية وجبال الشراء. أما يوم السبت فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويتحول الطقس يصبح صحو ومشمس، 16 درجة مئوية في ساعات النهار و10 درجات مئوية في ساعات الليل. درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم الخميس والصغرى ليلة الخميس على الجمعة في مدن ومحافظات المملكة، نبدأها شمال من إربد 19 إلى 9، في جرش 19 إلى 11، في المفرق 20 إلى 9 درجات، وفي عجلون من 18 إلى 9 مع هبوب رياح نشطة وأجواء مغبرة في كافة هذه المناطق. المناطق الوسطى في العاصمة 18 إلى 9، في السلط 19 إلى 10، في مأدبة من 21 إلى 10، في البحر الميت من 26 إلى 18، وفي الزرقاء من 21 إلى 10، أيضا مع رياح نشطة وأجواء مغبرة في جميع هذه المناطق. ذلك الأمر أيضا ينطبق على المناطق الجنوبية 21 إلى 9 في الكرك، 22 إلى 9 في الطفيلة، 25 إلى 7 في معان مع وجود فرص لتشكل عواصف ترابية في تلك المناطق، في الشراء من 21 إلى 7 درجات مئوية، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى إلى 32 درجة مئوية مع أجواء حارة نسبيا في ساعات النهار والصغرى ليلا 16 درجة مئوية. عواصف ترابية متوقعة في عموم المناطق الشرقية من المملكة، تكون في الرويشد من 28 إلى 10 درجات، في الصفاوي من 25 إلى 8، وفي الأزرق من 26 إلى 10 درجات مئوية. قبل الختام توصيات هامة بشأن الأحوال الجوية المقبلة على المملكة نرجو منكم أخذها بعين الجدية. الأمر الأول هو من ارتفاع ومخاطر ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء ومما بذلك من تبعات على مرضى الجهاز التنفسي أو العيون أو حتى مرضى كورونا، بحيث ننصح الجميع بعدم الخروج إلى الخارج في ظل ارتفاع مستويات الغبار، وأيضا ضرورة إغلاق وإحكام إغلاق النوافذ بشكل عام. الأمر الآخر هو من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب طبعا الغبار في بعض المناطق الصحراوية بالمملكة خاصة المناطق الشرقية، كما أيضا ندعوكم إلى ضرورة الانتباه من شدة سرعة الرياح وبتثبيت المقتنيات الخارجية خاصة قبيل حدوث الحظر الشامل يوم الجمعة. إذن هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية دائما من طقس العرب. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال.